كلما الرابطة بأهل البيت تكون أعمق أوثق التوفيق يكون أكثر. الله تعالى أعطى مقاليد الكون بيد أهل البيت. أهل البيت الله تعالى أعطاهم الولاية التكوينية في هذه الدنيا وفي الآخر. كل ما واحد رابطته بأهل البيت تكون أعمق وتكون أوثق، توفيقه في هذه الحياة يكون أكثر. إذا واحد يريد المال ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الأثرياء، يقترب إلى الأثرياء. إذا واحد يريد السلطة ما هو الطريق؟ يلجأ إلى الحكام. كل ما واحد يكون أقرب إلى الحكام يكون أقرب إلى السلطة. إذا واحد يريد الوجاهة عند الله، من هو أوجه الوجهاء عند الله؟ محمد وآل محمد. أقرب الناس إلى الله النبي وأهل بيته، أقدر الناس في هذا الكون النبي وأهل بيته، أثرى الناس في هذا الوجود النبي وأهل بيته. المفاتيح بيده. إذا واحد لجأ إليه، قوى الرابط به. احنا نقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله، الذي كون الحوزة العلمية في قوم، والآن بيته موجود هنا في هذا الزقاق، تمرون على بيته. هذا الرجل عندما كان المرجع الأعلى قبل أن يبدأ بالبحث العلمي في كل يوم، كان يأمر واحد أنه أذكر مصائب أهل البيت. كم دقيقة الخطيب كان يقف ويقرأ مصائب أهل البيت، مصائب سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا برنامج كان في كل يوم. وفي أيام عاشوراء كان يخرج مع المواكب، مع اللاطمين، وكان يلطم على صدره. كانوا يقولون له: شيخنا، هذا مو مناسب لك، أنت المرجع الأعلى، كيف تخرج مع الناس وتلطم؟ كان يقول: أنا كل ما عندي من توفيق وخير هذا كله ببركة الإمام الحسين صلوات الله. كل ما عندي، كل ما واحد يكون أقرب إلى أهل البيت، يكون أكثر خدمة لأهل البيت، يكون أكثر توجها إلى أهل البيت، يكون أكثر تأدبا مع أهل البيت، يكون أكثر معرفة بمقام أهل البيت. أهل البيت مو أفراد عاديين، لهم مقام شامخ، المعرفة لها درجات، يفيضون عليه أكثر، يعطونه أكثر.